السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو راح نبلش بشرح أو نشرح شابتر 26 Capacitance and Dielectrics. من بداية المادة اتدرجنا على موضوع المجال الكهربائي، كيف ينتج، شو سلوكه، حسابه وإيجاده لأشكال مختلفة. ثم بالشابتر اللي بعديه أنا أول شابترين هو شابتر 23 و 24 طرقنا فيه لهذا الموضوع اللي هو حساب المجال الكهربائي، ثم انتقلنا لموضوع شابتر 25 اللي هو الجهد الكهربائي، الجهد الكهربائي والطاقة الكهربائية وما إلى ذلك. الآن في شابتر 26 راح نتعرف على أول عنصر من عناصر الدارة الكهربائية اللي هو الكابسيتور. هذا الكابستور هو جهاز يتم تصنيعه في الأساس لا يخزن الشحن الكهربائية، لا يخزن طاقة كهربائية. هذا الجهاز نستخدمه لتخزين الطاقة الكهربائية على شكل كهرباء يعني. طبعا يعني في أشكال ثانية تخزين الطاقة الكهربائية على أشكال ثانية، ولكن احنا في البداية خلينا نحكي عن الكابستنس، انه احنا بنخزن الطاقة الكهربائية على شكل شحنات بتنحفظ داخل الكابستور. طيب في البداية كيف نشأ عندي مفهوم الكابستور؟ جبنا على فرض انه عندي هذا الموصل وهذا الموصل، وصلناهم على شحنتين، وصلناهم على مصدر فولتي مختلف. يعني جبت بطارية ووصلت موجبها هنا وسالبها هنا، فأنا شفت إنه هاي الفولتية متغيرة. لما أزيد هاي الفولتية إيش بصير عندي؟ لما أزيد الفولتية إيش بصير عندي؟ رحت أقيس الشحنات هان وهان. فأنا لما جيت أقيس الشحنات هان وهان لقيت إنه في علاقة طردية بين فرق الجهد وبين هذول، بين الشحنات على هاي الموصلين. فأنا قلت إنه دلتا في تتناسب طرديا مع كيو. تتناسب طرديا مع كيو. طبعا يعني انت ممكن تشوفها على شكل ثاني، انك ما تشوفها انه انا قاعد اتغير بالجهد الكهربائي، ممكن تكون بشكل ثاني. مثلا انا قلت لك انه هذا عليه شحنة وهذا عليه شحنة، طبعا بالحث شحنتهم، فانا لما صرت ازيد فرق الشحنات بيناتهم زاد فرق الجهد. فبرضه هاي فكرة ثانية لهاي العلاقة، انه لو تغير واحد الثاني حيتغير معاه بغض النظر من هو موضع القانون. إذا غيرت الفولتية هتتغير الشحنة، إذا غيرت الشحنة هتتغير الفولتية، اثنين على حد سواء. وزي ما بتعرفوا، أو خلينا يعني أعودكم على هذا الإشي، هاي هذا 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 المسطح، هذا الإشي اللي هو إشارة التناسب، دائما إحنا نستبدلها بإشارة مساواة، ولكن نضرب أحد أطراف المعادلة بمين؟ بثابت. فأخلي كيو هو موضع القانون، فكيو إيش يساوي؟ ثابت ضرب في، وهذا الثابت هو سي اللي هو الكابستنس. ولو اجيت خليت سي هي موضوع القانون، فسي تساوي كيو على دلتا في، الشحنة على فرق الجهد، الشحنة على فرق الجهد. طيب يعني وحدة الكابستنس هتكون ايش؟ هتكون كولوم لكل فولت. هاي الوحدة اصطلحوا على انه يسموها فرد، وبرمزوا لها بالرمز اف كابيتال. فالفرد يساوي كولوم لكل فولت. هذا بالنسبه لي الفرد. طبعا يعني خليني اقول انه نحن الشحنات اللي بنصادفها بالعاده بتكون يعني بالمايكرو، بالنانو، بالبيكو، بالتالي والفولتيه تاعتنا بتكون يعني 1 فولت، 10 فولت، 5 فولت، يعني فولتية يعني بهالرينج. فبالتالي اللي بيظهر عندي انه انا الكابستنس تاعتي راح تلحق الشحنة في مقدارها. فلو كانت عندي مثلا مايكرو كولوم يعني هيكون عندي طبيعي مايكرو فرد. ونحن طول دراستنا في هاي المادة شفنا انه نحن الشحنات عادة مايكرو فرد، مايكرو كولوم، نانو كولوم. فبالتالي برضو الكابستنس هتكون مايكرو فرد، نانو فرد. يعني صعب جدا تلاقي قيم كابستنس عالية بسبب هذا السبب. يعني انت مستحيل تروح تقول لي انا بدي احط 1 كولوم
على مواسع حينحرق. فبالتالي انت بدك تقول انه قيم المواسعات عادة بتكون صغيرة. بالنسبة لي انا لو بدي اغير قيمة المواسع شو بعمل؟ ما انه المواسع تساوي كيو على دلتا في، هل اذا انا غيرت كيو او دلتا في حتتغير المواسعة؟ بالواقع هذا اشي خاطئ. ليش؟ لانه زي ما شفنا احنا كيو دلتا في هذول اثنين علاقتهم طردية. فانت شوف، خليني اسمي انه هذا دلتا في مثلا وهذا كيو. لاحظ معي بما انه علاقتهم طردية فهم متزايدين مع بعض، اذا زدت كيو زد دلتا في. فبالتالي لو انا يعني كيو خليتها 2 كيو مثلا، لازم في تصير 2 في، تزيد بنفس المقدار بحيث انه الكابسيتنس تظل ثابته. فالكابسيتنس او الكبسه بشكل عام ما بتغيرش، لا يعتمد على الشحنه وعلى الجهد، وهذا شيء واقعي صراحه. يعني انت قاعد تحكي عن جهاز، انت قاعد تحكي عن جهاز مواصفاته لا تحدد بالفولتي والشحنه. يعني انا بجيش اقول لك مثلا مثلا يعني عندي خزان ميه، فبجيش اقول لك انه يعني سعة الخزان تعتمد مثلا على تدفق المي اللي جواته، سعة الخزان ثابتة. ونفس الشيء هذا الأخ اللي هو الكابسيتور، هو زي خزان للشحنات، فهو لا يعتمد على كمية الشحنات اللي جواته، هو خزان. فإذا زي الخزان ما بتحدد بالأبعاد تاعته، أيضا الكابسيتور بيتم تحديده مقداره من قبل المصنع. أنا اللي بصنعه، أنا اللي بحدد لك قيم الكابسيتور فيه، قيمة الكابستنس تاعته، قيمة المواسعة تاعته. فالآن خليني أشوف كيف بدي أحدد قيمة هذا الإشي اللي هو الكابستنس. هنبلش ندرس بعض الأنواع المشهورة للمواسعات ونحسب الكابستنس تاعتها. لو أنا جبت لك هذا الصفيحتين المعهودتين من قبلي، البارالل بليت، بنسميه بارالل بليت كابستورز. هذول الصفحتين لما نشحنهم زي ما شفنا بعطوني مجال كهربائي بهذا المقدار. زي ما بنعرف المجال الكهربائي داخلهم، هذا المجال الكهربائي قيمته سيجما على إبسلون نوت، على إبسلون نوت، ويساوي إذا بدنا نغير سيجما دلالة كيو مثلا، فبنخليها كيو زي ما بنعرف هي هاي الكثافة، فكيو على سيجما في ايه. تمام. الان انا بالنسبه لي بحدد لك، بقول لك انه هاي الشحنه بسميها كيو. تمام، ايش بضل بالنسبه لي عشان احسب المواسعه؟ هاي سي تساوي كيو على دلتا في. انا معاي كيو، تمام، بدي اوجد دلتا في بدلاله كيو عشان احذف كيو من البسط ويصير عندي بالابعاد. كيف هذا الحكي؟ بدي اوجد دلتا في، كيف بدي اوجد دلتا في؟ نحن نعرف انه دلتا في تساوي سالب تكامل اي دوت دي ال، وهي اصلا نحن حسبناها بالنسبه للصفيحتين، ولانه يعني الشحن المجال ثابت، وقلنا لك انه بيطلع برا والى ما ذلك، بيطلع عندي انه دلتا في تساوي كيو، هي المجال على إبسلون A ضرب المسافة بين الصفيحتين. فخلينا نسميها دي، المسافة بين الصفيحتين نسميها دي. فإذا الجهد الكهربائي بين صفيحتين يساوي كيو دي على إبسلون A. الآن أقسم كيو على دلتا في عشان أحصل كابستنس، أي كيو على كيو دي على إبسلون A، كيو مع كيو، وبالنهاية الكابسيتانس صارت إبسلون، ما ننساش نوت، إبسلون نوت A على D. فلاحظ معي يا عزيزي، أول إشي إبسلون ثابت السماحية الكهربائية، A مساحة الأخ هذا اللي هو الصفيحة، مساحة الصفيحة، ودي هو البعد بين الصفيحتين. فبالتالي الكابستور هذا الأخ
يعتمد على الابعاد زي ما انت شايف. اذا انا بدي اغير قيمه الكبسه شو بعمل؟ بغير المساحه بتاعته، بغير ال بغير البعد بين الصفحتين. هذا اللي بيعتمد عليه ايجاد الكبسه. طيب فانا لو مثلا بدي ازيد مواسعه المواسع، بكبر قد ما اقدر مساحته او بصغر المسافه بين صفحتين. خلينا نشوف نوع ثاني من المواسعات كيف نحسب له مواسعته. مثلا عندنا هذا الاخ، عندنا هذا السلندر، زي ما قلنا احنا بدنا سي تساوي كيو على دلتا في. حفرض لك جوا في عندي كيو، وبعدين ايش عمل بعد ما حفرض لك جوا كيو؟ بروح بجايب لك دلتا في بدلتا كيو بحذفها. كيف؟ اول شيء بدي اوجد المجال بخطواتين. انت اول خطوه ايش بتعملها؟ تفرض عندك جوا كيو برا سالب كيو، هاي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه بتوجد المجال الكهربائي فرضا عن طريق قانون جاوس. الخطوة الثالثة بتوجد من المجال الكهربائي الجهد الكهربائي، زي ما احنا ما عرف قانون الجهد الكهربائي كيف بنجيبه من المجال الكهربائي، ثم تقسم الشحنة على الجهد وخلصنا. طيب اي المجال الكهربائي ايش حيساوي؟ المجال الكهربائي اذا بتتذكروا هذا بدنا نوجده بدلالة مين؟ خليني اقول لك، خلينا نوجده بقانون جاوس مثلا. خلينا نوجده بقانون جاوس. اي اي سبور تساوي كيو انكلوزد على ايبسلون، كيو انكلوزد على ايبسلون. اي تساوي خليني هسه خليها اي اي هسه اللي هي بدها تكون خليني اقول انها اي هاي اللي هي اي تساوي كيو على ابسلون نود. طبعا انا وين جايب، وين بجيب سطح جاوس؟ هذا سطح جاوس اللي انا بدي اياه، اللي بين الاسطوان الداخلي والاسطوان الخارجي. هذا السلندر، يعني انت كيف شكل الكابستور سلندر؟ عندي موصل بالنص وعندي موصل برا زي ما انت شايف، اسطواني داخلي واسطواني خارجي شلين. تمام يعني زي ما اقول لك، افترض انه هاي هذا الموصل الداخلي وايد الموصل الخارجي. فانت قاعد بتقول انه هذا السلندر الداخلي انا شاحنه بشحنه كيو، وايدي اللي برا هي موصل، هي سلندر خارجي شاحنها بسالب كيو. طب ما علينا هذا الكلام. كيو على ايه؟ وتساوي كيو على ايبسلون ضرب 2 باي ار او ايه اللي هي نصف القطر 2، او خليني اقول انها لانه متغير سطح جاوس زي ما قلنا فهو مجهول، 2 باي ار ال، 2 باي ار ال. ويعني بالنهايه هي اي كيو 2 باي ار ال في ابسلون، ولكن اتذكر ثابت كولوم تساوي 1 على 4 باي 1 على 4 باي ابسلون نوت. بالتالي بنبدله بدل ابسلون وباي 2، بنبدله يعني اضرب الطرفين باثنين، 2 كي اي يساوي 1 على 2 باي ابسلون نوت. فبصير في عندك، بدك تشيل هذولا وتحط بدلهم 2 كي، فاي يساوي 2K E Q على L R. وهذا المجال الكهربائي، حسبنا المجال الكهربائي داخل بين الموصلين. الآن بدي دلتا V. دلتا V سالب من A ل B اي كمتجه دوت دي اس او هي دي ال، ويساوي سالب، طلع الثوابت برا، هذول ثوابت، سالب 2 كي اي كيو على ال في التكامل
من A لبي، من A لبي واحد على R dr، كون احنا متغير على dr زي ما انت شايف، المتغير هو dr، فبيساوي بالنهاية عندي سالب 2 ke في q على L في لين من A ل B، بالتالي سالب 2 ke q على L في لين. لما بدي اجي احسب لك C راح اخذ q على دلتا V، ولكن لازم انوه اني حاخذ المطلق لكل واحد فيهم. والسبب، السبب ببساطة انه المواسعة زي خزان المي، خزان المي مستحيل تكون سعته سالبة، وكذلك يعني المواسع مستحيل تكون سعته سالبة، فاهم علي كيف؟ فلهيك باخذ عشان اتخلص من اي سالب باخذ المطلق للطرفين. فالان كيو على 2 كي اي في كيو على ال في لين بي على اي، كيو مع كيو طارت، بالتالي اخر اشي نوصل له ال على 2 كي اي في لين بي على اي. الان 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 بالنسبه لي لو بدك تشوف هذا المواسع، هذا المواسع زي ما انت شايف ال هي طول الموصل، طول هذا السلندر او ارتفاعه بالاحرى. بي اللي هي الثيكنس بتاعت السطح الاول، او خلينا نقول ابعاد المواسع او ابعاد الموصل الاول، اللي هي نصف قطر الموصل الاول، وبي هي نصف قطر الموصل الخارجي. A نصف قطر الموصل الداخلي، و B نصف قطر المواسع الخارجي. وانت زي ما انت عارف انه سطح، مساحة سطح السلندر تعتمد على نصف قطره، فبالتالي انت من نصف قطره بتتحكم بمساحته. بالتالي زي ما شفنا بالمواسع السابق انه ابعاده بتتحكم فيه، كذلك الامر هنا ال طوله، وبي وA بيحددوا مساحته، هم أنصاف أقطاره، وكي ثابت، بالتالي قانونه سهل. طبعا أنا ما بقولكش إنه السؤال حيجيك بالامتحان اشتق قانونه، ما حيقولك اشتق قانونه، أنت بتحافظ تكون حافظ قانونه هذا، تكون حافظ الاشتقاق، يعني هاي القاعدة بتطبقها مباشرة يعني لو أجي هيك سؤال. على أي حال خليني أحكي أستفيض بالكلام عن هذا المواسع. هذا المواسع لو صراحة بتعرفه، لو عندك تلفزيون يكون في عندك سلك يعني هذا السلك اللي بتمده من الساتلايت لعندك للدار، بتلاقي سلك جواته، جوا في سلك نحاس، بعدين في عازل اللي هو الوسط، بعدين في عندك زي اسلاك هيك معدنيه، بعدين البلاستيك. هذا نفس هذه الفكره. فانت هذا بيستخدمه لايش؟ هذا بيقولوا له كوأكسيال كيبل، بيقولوا له كوأكسيال كيبل، بيستخدموه لنقل الاشارات. وحتشوفه كثير لو انت رحت درست كهرباء، حتشوفه كثير بحياتك هذا النوع من المواسعات. وحركز عليه يعني حجيب سؤال هسه عليه عشان تشوف الفكره تاعته. هذا الكوأكسيال كيبل وصفته، مواسعته مهمه جدا بحسابات كثيره لقدام. على اي حال نحن عشان نحن بنحكي انه كيبل، فنحن بالعاده طوله بيكون طويل جدا، فالمواسع بنقول انها سي على ال. نحن بنحسب مواسعته بهذا الشكل اللي هو 1 على 2 كي لين بي على اي، يعني هو بيعطيك السلك، يعني لما تروح تشتري السلك مش هيقول، لما تيجي تشوف المعلومات تاعته هتلاقي قدام معطيك المعلومه كاباسيتنس بير لينث. ليش؟ لانه انت يعني مش حتقط، يعني انت مش عارف قديش السلك اللي قطعته، تمام؟ فمش هيقول لك هذا السلك ال 50 متر مواسعته كذا، لا بقول لك هذا السلك مواسعته كذا لكل متر. فهيو بيكون هذا وحدته فاراد بير متر.
يعني ممكن تلاقي السؤال يعطيك فرق، يعني يجي يقول لك السؤال: إذا علمت أن مواسعة هذا الكوأكسيال كيبل 50 مايكرو فاراد بير متر، وأعطيناك 5 متر من هذا الكوأكسيال كيبل، قديش مواسعتك؟ تضربها بخمسة وتطلع المواسعة، بساطة يعني. طيب نروح لشيء ثاني، حكينا كثير هسه. بس انا بدي انبه، اتذكر انه هاي ثابته، طلعش انه ساعه الخزان ساويه يومي. طيب يعني زي ما شفنا احنا انه اخر اثنين كانوا يعني اللي درسناهم انه لو بدك تغير من المواسع انت بتغير ابعادها، بتغيرش شحنتها. خلينا نشوف النوع الثالث والاخير اللي بنستخدمه بهاي الماده، اللي هو لو المواسع الكروي. يعني احنا اول شيء شفنا مواسع الصفحتين المتوازيتين، ثم شفنا مواسع الاسطواني، وهي المواسع الكروي اخر نوع. نحن نعرف المواسع الكروي ودرسناه كثير، نحن نعرف الموصل الكروي ودرسناه كثير وكيف نوجد شحنته. اول شيء فرضت لك جوا في عندك كيو، برا سالب كيو، سي تساوي مطلق كيو على مطلق دي في. الان زي ما قلنا نجيب دي في دلتا في بدلاله كيو، فبتروح انت قايل لي انه دلتا في تساوي، او قبل دلتا في اول شيء اي ايش تساوي؟ اي لو رسمناها سطح جاوس ببساطة حتساوي، اشتقناها كثير، كي اي تساوي شحنة الشحنة تساوي المجال الكهربائي لشحنة نقطية زي ما شفنا، هذا من مواصفات الكرة طبعا. الآن لو بدي دلتا في تساوي سالب اي دوت دي ال من اي لبي، طبعا احنا صفضنا كيف نعمل هذا الاشي، سالب K E في Q في التكامل من A ل B في DR على R تربيع، وبيطلع معانا K E في Q في 1 على R من A ل B. بالنهاية دلتا V هتساوي K E Q 1 على B ناقص 1 على A، وحد مقامات KE تساوي أو ما تساوي KEQ في A ناقص B على AB، A ناقص B على AB. طيب الآن نرجع للكابستنس، C تساوي Q على هذا الشيء KEQ في A ناقص B على AB، Q مع Q صار عندنا AB على KE في B ناقص A. سامعك بتسألني ليش كانت A ناقص B صارت B ناقص A؟ قلنا لك نحن بناخذ مطلق، نحن بناخذ مطلق. طب شو يعني تاخذ مطلق؟ ما هي A B أكبر من A، B أكبر من A. هذا قانون المواسع، هذا قانون المواسع. وزي ما نرجع نشوف هذا الأخ ثابت بي و A أنصاف أقطار الكرتين، فبالتالي لو بدك تلعب بأحد الكرتين براحتك، لو بدك تلعب بأحد بدك تلعب بالمواسعة تلعب بأبعاد الكرتين. طيب بالنسبة لي دائما قاعد بقول لك إنه المواسعة هتكون لإيش؟ لموصلين. أنا كذاب صراحة، المواسعة تحسب لأي شيء، أنت نفسك أنت كبني آدم لك مواسعة، صدمتك مش كده؟ مش أنت ممكن أشحنك ويصير عليك شحنات تخزن شحنات؟ نعم أنت مواسعة. كذلك الكرة الواحدة مواسعة. طب كيف الكرة الواحدة مواسعة؟ خليني أقول لك ببساطة شو بتعمل. ببساطة يا سيد العزيز خليني أفترض لك إنه عندي كرتين، الكرة الأولى نصف قطرها A، الكرة الثانية B تقول للإنفينيتي، فالكرة الأولى بتشوفش الكرة الثانية، كأني قاعد بحسب مواسعة كرة واحدة. فشو قاعد بصير عندي؟ اللي بصير عندي كالتالي: C تساوي بدها تصير ليميت B رايحة للإنفينيتي AB على KE B ناقص A، تمام؟ والآن خلي B رايحة للإنفينيتي وبشتق البسط والمقام على لو بيتال كون صفر على كون انفينيتي على انفينيتي، فبصير عندك A على KE، A على KE. هاي هي مواسعة الكرة الداخلية لحالها،
مؤسسة الكرة الداخلية لحالها لو فيش كرة ثانية تساوي A على KE، ولو بدنا نفرض KE نرجعها بتصير 4 باي إبسلون نوت في A. فلاحظ ثابت ثابت ثابت، متغير واحد اللي هو نصف القطر بتحكم في مواسعة المواسع. يعني أنا كم مرة قلت لك إنه مواسعة تتحكم فيها بس أبعادها؟ خلاص أظن إني اكتفيت أعيد هاي الجملة، المواسعة تعتمد فقط على أبعادها. طيب حكينا، وهيك بنكون خلصنا كلام عن حساب المواسعات، يعني كيف تحسب بشكل عام. بس الآن نروح نحكي عن موضوع آخر، موضوع أهم من هذا الموضوع صراحة، لأنه يعني ما حدش ضل بالحياة يحسب مواسعة المواسعات، لأن أنت بتجيب القانون النهائي وبعطيك الأبعاد الدكتور وهوب بتعبي المتغيرات بالأبعاد. خلينا نشوف الآن، هذا مثال على المثال اللي قلت لك عنه عن الكوأكسيال كيبل. هذا مثال يعني عن الكوأكسيال كيبل، بيجمع لك لو أعطاك الدكتور يعني تحسب مواسعة لأخونا المناضل الصفيحتين، أو أعطاك كرة، أو يعني مواسع كروي، أو أعطاك كوأكسيال كيبل هذا المواسع السلندر، فكيف بدك تحسب أبعاده؟ خلاص هو ببساطة بده يعطيك الأبعاد ويقول لك هات لي المواسع. فأقول لك اف 50 متر لينث اوف كوأكسيال كيبل هاز ان انر كوندكتور ذات هاز ا دايمتر اوف 2.58 ملم اند كاريز تشارج اوف 8.1 مايكرو كولوم. The surrounding conductor has an inner diameter of 7.27 mm and a charge of سالب 8.1 مايكرو كولوم. Assume the region between the conductors is air. What is the capacitance of the cable? What is the potential difference between the two conductors? ببساطة يعني أقول لك إنه عندنا هذا الأخ المناضل الكوندكتور الداخلي، أو خليني أكبره شوي، هذا الكوندكتور الداخلي وعندها كوندكتور خارجي وأقبح رسمي. بقول لك إيه، أوجد لي المواسعة، مواسعة اللي حسبناها قبل شوي. شو قانون المواسعة كان؟ كان ببساطة اللي هو L على 2KE لين B على A. شو B؟ نصف قطر الخارجي و A نصف قطر الداخلي. طيب قديش A؟ A تساوي 2.58 ملم على 2، وتساوي 1.29 ملم. B تساوي برضو الدايمتر تاعها اللي هو 7.27، فتساوي 3.635 ملي متر. اللينث 50 متر طوله. فالآن عوض الأرقام، 50 هاي فوق عندك 50، تحت عندك 2 ضرب 9 ضرب 10 قوة سالب قوة 9 مش سالب 9 في لين. الملي راح يروح مع الملي، فحطهم أرقامه الطبيعية 3.3566 فيه على 1.29. مسك القوس والمواسعة حتكون قيمتها تقريبا 2.68 نانو فارد. نانو فارد. الآن ايش بقول لي؟ بقول لي what is the potential difference between the two conductors؟ يعني قال لك أنا في عندي شحنة كيو جوا وعندي سالب كيو برا، وجد لي الفولتية. احنا زي ما نعرف دلتا في ايش تساوي، او الكابستنس بالبيئة ايش تساوي، كيو على دلتا في، منها دلتا في تساوي كيو على سي، وتساوي كيو قديش مقدارها، كيو قديش مقدارها 8.1 مايكرو كولوم على 2.68 نانو. وبيطلع الجواب عندنا يا سيدي العزيز 3.02 كيلو فولت. هاي الطريقة لحساب الفولتية. طب لو بدي أحسب هالطريقة ثانية، الطريقة ونحن بنشتغل زي ما شفت يعني عشان يطمئن قلبك، إنه نحن بالنهاية قديش حسبنا قيمة الفولتية إذا بتتذكر. دلتا في قلنا عنها إنه قيمتها كانت
كانت 2 KE في كيو على ال في لين بي على ايه بي على ايه بي على ايه وعوض القوانين ولازم تعطيك نفس القيمه. طيب هذا السؤال كمثال، يعني لو اعطاك ابعاد وطلب منك قيمه المواسعه. خلينا ننتقل الان لموضوع ثاني، combinations of capacitors. زي ما قلنا نحن الموازع هو جزء من الدارة الكهربائية، فما انه جزء من الدارة الكهربائية لازم ندرس الدارة الكهربائية لما يكون فيها مجموعة من المواسعات. يعني زي مش هتكون عندك مواسع واحد، عدة مواسع، والمواسع زي ما نحن بنعرف، يعني انا عارف اني قاعد بشرح لكم شيء اخذته بالتوجيهي وعرفته، ولكن يعني انا قاعد بقول لك انه المواسع يعني اي جزء بالدارة، اي اشياء بالدارة كانت مقاومة، مواسعة، محاثة، بتتوصل يا تتوصل مع بعضها، يا بتتوصل توالي، يا بتتوصل توازي، يا بتتوصل بشكل آخر. تمام؟ هسه نحن مشهور عندنا التوازي والتوالي. طب بالنسبة للتوازي، هذا التوازي هذا أول، يعني نحن عندنا نوعين رئيسيات، التوازي والتوالي، البارالل كومبينيشن اللي هو التوازي. كيف نحن طبعا يعني اللي بدنا إياه لنظام، لسيستم معين، اني انا اوجد المواسعة المكافئة، المواسعة الكلية. ليش؟ لانه يعني القانون هذا انا بدي اطبق لك بالنهاية، يعني انا بعد كل حساباتي مثلا بدي الشحن الكلية بالسيستم، الشحن الكلية تساوي في في دلتا في في اللي هو سي equivalent، المواسعة المكافئة. بديش سي 1 او سي 2، هيك انا بدي اجمع سي 1 وسي 2. كيف بدي اجمع سي 1 وسي 2 عشان اعطيك سي ايكوفالنت؟ هذا اللي مطلوب مني، كيف نعمل جمع المواسعات؟ طيب ببساطه بدي اقول لك انه الشحنه الكليه كيو توتال تساوي دلتا في، طبعا يعني انت زي ما انت شايف دلتا في موصوله توازي مع سي 2، موصوله توازي مع سي 1، بالتالي الجهد على اطراف سي 2 يساوي الجهد على اطراف سي 1 ويساوي دلتا في زي ما انت شايف. تمام؟ فعندنا دلتا في مضروبه في سي 2 زائد دلتا في ثابته هي في سي 1. تمام؟ هاي المواسعه الكليه. فبالتالي لما انا بدي اجي اقول لك كيو توتال تساوي، خذ دلتا في على المشترك، فسي 1 زائد سي 2 تساوي دلتا في. الآن اقسم الطرفين على دلتا في، كيو توتال على دلتا في تساوي سي 1 زائد سي 2. طب هاي ايش هي؟ هاي سي ايكوفالنت، هاي توتال، فهاي سي، هاي سي توتال، سي ايكوفالنت. فسي ايكوفالنت ببساطة الجمع الجبري لسي 1 زائد سي 2، بهالبساطة هاي الحاجة. فلاحظ معي انه لو بدي اجمع مواسعين توازي بارلل، جمعهم الجبري يعني سي ايكوفالنت تساوي سي 1 زائد سي 2. طيب لو عندي يعني وصلت لك كمان مواسع حاله سميته سي 3 زائد سي 3، زيد كمان مواسع زائد سي 4. طيب هيك بنجمع مواسعات التوازي. طب الشكل الثاني للتوصيف اللي هو السيريز كومبينيشن، اللي هو التوالي. بس بالنسبة للتوالي الوضع مختلف بالنسبة لها. ليش الوضع مختلف؟ هسا أي شغلتين توازي، خذها من هنا لا تموت، أي شغلتين توازي جهدهم متساوي، تمام؟ شحنتهم مختلفة، حلو؟ إلا إذا كان سي 1 يساوي سي 2 بتساوي شحنتهم بحالة خاصة، ولكن ما دام سي 1 تختلف عن سي 2 شحنهم مختلفة، ودي دلتا في لهم متساوي. بالنسبه للسيريز بتكون اذا اي موسعين موصولين سيريز شحنتهم متساوي، الشحنه اللي عليهم متساوي، ولكن فرق الجهد عليهم مختلف. فدلتا في هاي زي ما انت شايف، دلتا في زي ما انت شايف هاي كلها تساوي دلتا في على اطراف الجوز هذول. فانا دلتا في توتال نسمي هاي توتال، هاي دلتا في 1 دلتا في 2، حلوين؟ فدلتا في توتال ايش يساوي؟ دلتا في 1
زائد دلتا في 2، تمام؟ دلتا في توتال ايش تساوي؟ دلتا في 1 شو دلالتها بسي وكيو؟ سي 1 كيو كيو 1 كيو 1 على سي 1 زائد كيو 2 على سي 2. وانا قلت لك انه كيو الكيو بيساوون بعض وهن اللي بيساوون كيو توتال، فبالتالي دلتا في توتال تساوي كيو توتال على سي 1 زائد كيو توتال على سي 2. اقسم الطرفين على كيو توتال فبصير في عندك 1 على سي ايكويفالنت ويساوي 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2. فإذا كان عندك مواسعتين على التوالي كيف بتعمل؟ تجمع مقلوبهم، تجمع مقلوب كل واحد فيهم بالثاني، وآخر شيء بتقلبهم. يعني أنا سي ايكوفالنت كيف أحسبها؟ هروح أحسب 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2، وبعدين إيش أعمل؟ بعدين أقلبها. يعني إيش ببساطة؟ سي ايكوفالنت تساوي 1 مقامات سي 1 زائد سي 2 على سي 1 في سي 2 الكل هو سالب 1. عشان أقلبهم، أقلبهم هسه سي ايكوفالنت تساوي سي 1 سي 2 على سي 1 زائد سي 2. يعني إذا كان عندي مواسعين توازي طبق عليهم هذا القانون مباشرة. إذا كان عندي أكثر من مواسع زيد لي أكثر من مواسع كمان مواسع على التوالي، برجع لهذا القانون دائما، برجع لهذا القانون أعم. أي حالة خاصة لو كانوا مواسعتين توازي توالي فهذا القانون بستخدمه، بجمعهم وبعدين بأقلبهم. طب خلينا نحل مثال. حل مثال: find the equivalent capacitance between A and B for the combination of capacitors shown. All capacitances are in microfarad. يعني هم أعطيك أربعة، هاي أربعة مايكروفاراد، واحد واحد مايكروفاراد، ثلاثة ثلاثة. كيف بنحسبها؟ أول إشي بدي كل شوي أبسط بالدارة. كيف يعني؟ إني أنا أول إشي بدي أجمع هاي مع الإكوفالنت لهذول الاثنين توالي، فلازم أول إشي أخلص من التوازي هذا. فأول إشي بعمله بخلص من هذا التوازي وهذا التوازي. واحد توازي مع ثلاث مجموعهم زي ما قلنا فبطلع أربعة. ستة توازي مع اثنين توازيهم ثمانية، في ثمانية. الآن لو بدي أنا توالي هذول الاثنين شو بعمل؟ واحد على أربعة زائد واحد على أربعة، خلي أسميها سي ون، هاي خلي أو هاي المواسع اللي فوق أسميها سي ون. واحد على سي ون يساوي واحد على أربعة زائد واحد على أربعة يساوي اثنين على أربعة فيساوي واحد على اثنين. فسي ون إيش تساوي؟ مقلوبها اقلب الواحد على اثنين فبتصير اثنين. وهاي خلي أسميها سي تو، واحد على سي تو يساوي واحد على ثمانية زائد واحد على ثمانية، اثنين على ثمانية واحد على أربعة، فسي تو اقلب تطلع أربعة. بطلع عندي اللي فوق تساوي اثنين واللي تحت تساوي أربعة. هاي A وهاي B، هذول الاثنين زي ما انت شايف هذول توازي، فعندك هنا اثنين وعندك هنا أربعة. و C equivalent تساوي 2 زائد 4 وتساوي 6 مايكرو فرد ببساطة. روح لسكشن آخر، نروح لسكشن آخر نتحدث فيه عن إشي جديد هو الـ energy stored in capacitor. زي ما قلنا هو الجهاز صنع عشان يخزن شحنات. صراحة أنا مش يعني ما أدري، حاس إني لازم أستطرد أكثر. نحن بنقول إنه هو الجهاز يصنع لي تطبيقه هو تخزين الشحنات، ولكن له كثير تطبيقات الكابستور. يستخدم من تطبيقاته مثلاً الفلترز، فلترز اللي هي أنا مثلاً هذا يعني إشي مش مهم بتعرفه بشكل عام، ولكن الفلتر الكهربائي هو جهاز يستخدم
لانك تصير تختار من الاشارات تاعتك، تختار اشارات معينه تظهر عندك. يعني انت اجتك اشارات، في من ضمن هاي الاشارات اشي انا ما بدي، يعني انا عندي مرسل ومستقبل. المرسل بعث اشارات، في بالنص عندي داره فيها مواساه. هاي الداره بدها تخلي المستقبل يشوف اشياء محدده بعثها المرسل. فهاي الكاباسيتورز تعمل زي فلترة للأشياء المرسلة، بحيث إنه المستقبل يأخذ اللي بده إياه. هاي من تطبيقاتها. طيب سيبك من هذا التطبيق، سيبنا منه كونه يعني غامض بالنسبة لك. أعطيك مثال عملي أكثر، مثال عملي أكثر. السيارات، كيف بتشغل السيارة أنت لما تيجي دوق سلف وبدك تشغل السيارة تولعها؟ كيف المحرك بيشتغل؟ محرك السيارة هو محرك احتراق داخلي، يعني بيشتغل على احتراق، احتراق البنزين. طب كيف هذا الاحتراق بصير؟ كيف بجيب الاحتراق هذا؟ ببساطة هذا الاحتراق أكيد أكيد وببساطة تامة، ما أنا مش راح أروح جايب ولاعة جوا عند أفجر الدنيا. بدي إشي بسيط، بدي شرارة، والشرارة هاي راح اختارها شرارة كهربائية. شو الشرارة الكهربائية؟ بدي جهاز يعطيني هيك زي لسع، زي شرارة، زي عين الغاز. كيف لما تولع الغاز بدي هاي شرارة كهربائية. هاي الشرارة بتعطيك اياها المواسع لما تيجي تفرغه على اوبن سيركت، بعطيك هاي الشرارة. فبالتالي انت قاعد تحكي عن جهاز مش بس مهيئ، يعني هو بيخزن الشحنات، ولكن تطبيقاته كثيرة جدا بالحياة. هو جهاز يعني تطبيقاته لا تعد ولا تحصى من كثر عددهن الهائل والمهم واهميته. ولكن من صور يعني صور هاي التطبيقات كلها بتعتمد على انه هذا الجهاز بخزن شحنات. لاحقا يعني اللي بدرس كهرباء بشوف هاي الاشياء اكثر. طيب احنا اتفقنا سابقا انه الطاقه الكهربائيه تساوي كيو في دلتا في. خليني استخدم كيو في دلتا V. تمام؟ أنا بالنسبة لي لو صرت بدي أحسب الطاقة الكهربائية عندما أغير الشحنة الكهربائية، فدي إنيرجي تساوي دي كيو سمول في دي V. تمام؟ يعني أنا لو عندي جهد ثابت صرت أنا أغير بالشحنة، كيف الطاقة بتتغير؟ أولا بالنسبة لي رسمت لك هذا المنحنى أنا، اللي هو بين مين ومين؟ بين دلتا في وكيو. تمام؟ هذا المنحنى لو ضربت أنا دلتا في بكيو هيعطيني مين؟ الأخ هذا. طيب فلو بتلاحظ إنه هذا الأخ اللي هو الطاقة كأنه هذا طول وهذا ارتفاع، فكأنه مساحة. على أي حال أنا عندي دي دبليو ودي كيو، لما بدي أتخلص من الدي إيش بعمل؟ هكامل دي دبليو وكامل الطرف الثاني من صفر، شحنة صفر لعند الشحنة مثلا خليني أسميها كيو كابيتال، ماشي؟ من صفر لكابيتال كيو في دلتا في دي كيو. بالنسبة لي هذا الأخ بتغير بتغير دي كيو زي ما أنت شايف، ما هو ذول متغيرين بيعتمد على إيش. أنا بروح أعمل أسلم طريقة، إيش أنا أعمل؟ هاي خليني أكملها مباشرة. هاي دبليو تساوي من صفر لكيو دلتا في، إيش بتساوي؟ كيو على سي زي ما بنعرف من المواسعة في دي كيو. الآن كامل الأخ في بساطة كيو تربيع حيكون على سي، في عندك اثنين من صفر لكيو كابيتال، فبتروح عندك القانون هو عبارة عن كيو كابيتال تربيع على 2C، وهيك بتحسب الطاقة للطاقة الكهربائية المخزنة في المواسع كيو تربيع على 2C. طيب هسه لو أنا قعدت أغير خليني أطلع أشكال ثانية للقانون. لو بدي إياه بدل أنا أعطيتك الفولتي ما أعطيتك كاش الشحنة، وأنت كسول بدك كاش تطلع شو اسمه، بدكش تطلع الشحنة من الفولتية، يطلع عندك القانون نص
سي دلتا في تربيع، وبرضو برضو يساوي نص دلتا في في كيو. شوي 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 شو هذا؟ هذا واحد من القوانين بس، يعني مش مميز بالنسبة لك؟ اه مميز، المساحة تحت المنحنى يا اخي. والمنحنى شو يعطيك؟ مثلث. والمثلث شو قانون؟ نص طول القاعدة ضرب الارتفاع، طول قاعدة كيو وارتفاع دي في وهي النص. ببساطة تامة. هيك نحن حسبنا كيف نحسب الانرجي ستورد ان تشارج كابستور. طيب خلينا نبلش في حكي اجمل شوي. بقول لك السؤال: two capacitors C1 and C2، C1 and C2 such C1 أكبر من C2 are charged to the same initial potential difference delta Vi. يعني عند مواسعتين كل الاثنين شحناهم عن طريق نفس البطارية، يعني لو شحنتهم عن طريق 5 فولت الاثنين ينشحنوا ب 5 فولت. طيب the charged capacitors are removed from the battery and their plates are connected with opposite polarity. يعني انا يعني هذا المواسع كان مشحون على دلتا في، تمام، وهذا المواسع مشحون على دلتا في بنفس المقدار، تمام، الاثنين انشحنوا، فصلتهم من دارة الشحن وجيت وصلتهم، ولكن وصلتهم مش الموجب على الموجب والسالب على السالب، لا بالعكس، الموجب على السالب والسالب على الموجب، هيك طريقة توصيلهم. Find the final potential difference delta V final between A and B after the switches are closed. يعني قبل ما أوصلهم، يعني لسه ما وصلتهمش أنا، هسا لما أسكر هذول المفتاحين switch 1 switch 2، لما أسكرهم بدي توجد لي الشحن النهائي الفولتية النهائية على الأطراف الجوز هذول. طبعا أنا حوصلهم كيف؟ حيتوصلوا لما نوصلهم، هيتوصلوا توازي هي ايه وهي بي، انت شايفهم توازي، فالفولتية النهائية لازم تكون نفس الشيء للاثنين. Find the total energy stored in the capacitors before and after the switches are closed and determine the ratio of the final energy and the initial and to final energy to initial energy. يعني بدو اياك تحسب فرق الجهد، تحسب الانرجي قبل التوصيل وبعد التوصيل، قبل ما نسكر المفتاح وبعد ما سكرناه، واخر اشي بقول لك جيب لي النسبه بيناتهم. طيب انتوا بقدر شعوركم تجاه تجاه كره حل بالرموز، ولكن هذا اللي جاكم دبروا حالكم. طيب انا بدي اول شيء زي ما قلت لك اوجد فرق الجهد، تمام، بدي فرق الجهد الفاينل، بدي فرق الجهد الفاينل. انا معي سي 1 ومعي سي 2، تمام، هذا ما بيتغيروش، وصلتهم كيف ما بدك ما بيتغيروش، ثوابت. الشحنه هي اللي بتتغير، وانا عارف انه في دلتا في ايش تساوي، عندها ولا بد انها تساوي كيو على سي، كيو على سي. فانا بدي كيو، اي كيو بدي، بدي كيو توتال. ليش بدي كيو توتال؟ عشان اوجد الفولتي. فكيو توتال توتال تساوي تساوي كيو 1 انيشال زائد كيو 2 انيشال. ليش؟ ما الشحنة لا تفنى ولا تستحدث، الشحنة لا تفنى ولا تستحدث او لا تفنى ايضا، يعني الجهتين، يعني ما بتقدر تلغي الشحنه ولا بتقدر تجيبها، يعني الشحنه تتغير. طيب شو اللي قاعد بصير؟ شو اللي قاعد بصير؟ يعني هاي كان لها شحنه وهاي كان لها شحنه لما شحنتهن، لما وصلتهن شو بصير؟ واحد بتفرغ للثاني والثاني بتفرغ بالاولى، تمام، فالشحنه التوتال تساوي مجموع الشحنتين. طيب الشحنه الاولى قديش مقدارها؟ كيو، الشحنة الأولى تساوي دلتا في، دلتا في initial اللي هي مين؟ بقول جابوا لك initial، الانيشال مين هي؟ اللي قلنا عنه هذا هو دلتا في initial مضروب في سي 1، وعندك الحد الثاني هو دلتا في initial مضروب في سي 2. لاحظ يا عزيزي المشاهد شو حيصير،
شو الإشارة بيناتهم؟ هتكون موجبة ولا سالبة؟ طيب طلع معاي الشحنة لما وصلناها هان وصلت موجب وسالب، وصلت موجب وسالب، فبالتالي هم بيناتهم في فرق جهد. ايش هذا الفرق الجهد هيعمل؟ هيخلي الشحنات تنتقل من C1 لC2، تنتقل من C1 لC2 بحيث انه C1 تشحن C2 بحيث يصيروا نفس الفولتية، تمام، ويصير لهم نفس البولاريتي. يعني انا كان عندي قبل الشحن لما كنت اشحن C1 كنت هيك اجي اقول لك عندي هالبطارية وهي الاخ C1، تمام، فنشحن C1 موجب سالب، C2 نوصل بالعكس على البطارية فنشحن سالب موجب. قطعت البطارية منها، قطعت البطارية منها، قطعت البطارية منها، قطعت البطارية منها، وصلتهم ببعض. شو حيصير؟ حيصير في عندك فرق جهد بيناتهم، تمام؟ حيصير فرق جهد بيناتهم. فرق الجهد هذا قديش مقداره؟ مقداره هنا في عندك دلتا في اي وعندك سالب دلتا في اي، 2 دلتا في اي، تمام؟ فبالتالي عندك فرق جهد، الشحنات حتنتقل خاوة، فالشحنة حتنتقل من هان لهان، حتى ايش يصير؟ وش يعني الموجب حيجي لهان والسالب حيجي من هان، فالشحنة تاعت كيو اي 1 حتنقص بمقدار شحنة C2. طب ليش انا اخترت C1 ما اخترت C2 اطرحهم من بعض؟ لانه C1 اكبر من C2، فخلص هاي طرح حيكون. طب لو كانوا جمع، طب لو كانوا وصلت ان الموجب على الموجب شو حيصير؟ برضو فيك حيكون في حيكون في فرق بين الشحنتين، يعني كمية الشحنات المخزنها نفس غير عن كمية الشحنات المخزنها، ولكن بالأحرى اللي حيصير إنه كانوا موصولين على نفس فرق الجهد، تمام؟ كانوا موصولين على نفس فرق الجهد زمان، فأنت لما تيجي يعني خليني أفهمك إياها، هاي شحنتي قديش مقدار، او خليني اقلبها هيك عشان يكون لهم نفس الشحنة، تمام، لهم نفس الفولتية. هسا هاي فولتية دلتا في اي وهاي دلتا في اي، تمام، اثنين لهم نفس الفولتية، موجب موجب سالب موجب سالب، تمام. هسا انا لما جيت قطعت هان قطعت هان قطعت هان قطعت هان لسه فولتيتهم ثابتة، ليش؟ لانه الشحنة ثابتة والمواسعة ثابتة، حلو، فيش انتقال للشحنات، تمام. بس انت لما تيجي تسكر الان، تيجي تسكر بيناتهم شو حيصير؟ فيش فرق جهد بيناتهم، يعني الشحنات مش حتنتقل من مكان لثاني، يعني انا فيش عندي خساره بالشحنه، يعني حيكون جمع. فانا لما اوصلهم موجب لسالب بطرح، لما اوصلهم موجب لموجب بجمع، تمام. اتمنى الصوره واضحه. الان كانت الشحنه الابتدائيه هم نفس الشيء، دلتا في اي في سي 1 ناقص سي 2، هاي كيو توتال، وخلينا نسميها هاي كيو توتال، كيو توتال بس انيشيالي، هاي ابتدائية لسه ما تحركت الشحنات من مكانها، تمام. هسا الكيو فاينل الشحنة النهائية ايش حتكون؟ انا قاعد بحكي كل هذا عن كيو انيشيال، تمام، كل هذا كيو انيشيال. هسا بالنسبة لكيو فاينل قديش حتكون؟ كيو هان زائد كيو هان. هسا انا قلت لك اللي حيصير هاي حتشحن هاي، فهيكونوا موجبين الاثنين، فالفولتية تاعتهم متساوية، تمام؟ فكيو فاينل، كيو 1 فاينل زائد كيو 2 فاينل وتساوي سي 1 في دلتا في فاينل زائد سي 2 في دلتا في فاينل، هم مفصولات توازي فولتيتهم متساوية. الان شو بصير عندي؟ الشحنة لا تفنى ولا تستحدث، فالأخين هذول الانيشال والفاينل بيساووا بعض. تعالي نساويهم ببعض الآن، خذي دلتا في فاينل عام مشترك، فهي سي 1 زائد سي 2 في دلتا في فاينل، فالآن دلتا في فاينل ايش يساوي؟ يساوي دلتا في انيشال في سي 1 ناقص سي 2 على
C1 زائد C2 ببساطة تامة. طيب بالله نرجع، لو كان موجب على موجب موصولين، لو كان موجب على موجب موصولين شو بصير؟ C1 زائد C2 دلتا في فاينل يساوي دلتا في انيشال. فيش فرق جهد بيناتهم، حيكون ثابت، حيكون فرق الجهد بيناتهم. حلوين؟ ولكن احنا ايش فرضنا؟ فرضنا انه وصلناهم عكس بعض. وعشان اريحك بشكل عام يعني اعطيك قانون تمشي عليه دائما وابدا، طيب خليني اقول لك انه عندنا موسعين كل واحد انشحن وبعدين وصلناهم بعض، كيف بدي احسب الجهد النهائي تاعه؟ اول شيء هذا القانون حستخدمه، سواء دلتا في 1 حسميه دلتا في 1 في سي 1 زائد او ناقص دلتا في 2، هقول لك ليش دلتا في 2 في سي 2 يساوي هذا الحد اللي هو سي 1 زائد سي 2 في دلتا في فاينل. مبدئيا هذا الحد ثابت بالنسبة لهذا الحد، يعني أنا كنت فارض لك إنه نحن شحننا الموسعين لدلتا في آي اللي هو نفس المصدر الجهد للجوز، ولكن إيش الفرق هسه بالنسبة لي؟ الفرق بالنسبة لي ببساطة، إنه ممكن أنا أشحن المواسع على مصدر جهد مختلف، يعني هذا أشحن لك إياه 2 فولت وأشحن لك إياه 5 فولت، فهي الحالة عشان تعمم كل شيء، وإذا كانوا إذا نحن بالنهاية وصلناهم موجب على موجب وسالب على سالب، يعني وصلناهم نفس الإشارة بنجمع. إذا وصلناهم عكس إشارة بنطرح، وبالنهاية في فاينل هذا الحد ثابت بتغيرش. فاحفظ هذا القانون، وهذا بيطبق عليه كل الأفكار اللي ممكن تيجي على هذا السؤال. وهيك بنكون يعني حكينا عن المطلوب الأول. طيب شو المطلوب الثاني؟ نوجد الطاقة. أجيب ورقة ثانية. اللي بدنا نحكي هسه عن إيجاد الطاقة، نحن لما قلنا الطاقة اشتقنا لها عديد قوانين. هذا أو هذا. بالنسبة للطاقة الابتدائية قبل ما نوصلهم بعض، Y initial تساوي نص C1 دلتا V I تربيع زائد نص C2 في دلتا في اي تربيع عامل مشترك نص C1 زائد C2 دلتا في اي تربيع. الطاقة الفاينل تساوي نص C1 زائد C2 في دلتا في فاينل تربيع. ببساطة هسا اخر شيء هو بده النسبة بين الاثنين، النسبة بين الطاقة النهائية والطاقة الابتدائية، ف y final u final i initial نص في c1 زائد c2 دلتا v initial تربيع نص c1 زائد c2 في دلتا v iv final iv initial equal تربيع. فعندك دلتا في final تربيع على دلتا في initial تربيع، وانت زي ما انت شايف كانت العلاقة بيناتهم، لاحظ عزيزي المشاهد هاي العلاقة بيناتهم. نزل في initial اللي تعد دلتا في final على دلتا في initial، خذ تربيع لهم حيعطوك هاي العلاقة C1 ناقص C2 على C1 زائد C2 تربيع، وهيك طلعنا كل المطالب اللي بدنا اياها. مبدئيا بقول لك هات فرض صغير. شو الفرض؟ قال لك افترض لو المواسعين C1 و C2 كانوا قد بعض، حيكون دي دلتا في فاينل صفر زي ما انت يعني، فمش حيكون في طاقة اصلا. تمام جميل. نروح ل نطرق موضوع ثاني، عندي هذا المثال للاستطراد، عكس موضوع الاستطراد. السؤال يقول two identical parallel plate capacitors
each with capacitance 10 microfarad are charged to potential difference 50 volt and then disconnected from the battery. They are then connected to each other in parallel with plates of like sign connected. Finally, the plate separation in one of the capacitors is doubled. Find the total energy of the system of two capacitors before the plate separation is doubled. Find the potential difference across the capacitor after the plate separation is doubled. Find the total energy of the system after the plate separation is doubled. Reconcile the difference of in the answer to parts A and C with the law of conservation of energy. يعني المحصلة عندي مواسعين. مواسعين كانوا موصولين ب 50 فولت. ثم وصلناهم ببعض. مواسعين قيمتهم 10 مايكرو وانشحنوا 50 فولت ووصلناهم في نفس الساين. فإذا عندي هذا. هذا موجب سالب موجب سالب. طيب بعدين قال لك the plate separation in one of the capacitors, يعني واحد من الكابستورز هذولا ال plate separation كبرناها وسعناها ضاعفناها, يعني هي دي صارت 2D. شو حيصير؟ طيب الآن شوف أول مطلوب إيه. Find the total energy of the system of two capacitors before the plate separation is doubled. يعني بس وصلناهم مباشرة قديش كانت الطاقة قبل ما, يعني نحن بس وصلناهم قبل ما نوسع قبل ما نكبر البعد بين صفحتين المواسع هذا مثلا. شو كانت الطاقة؟ الطاقة ببساطة نص C دلتا V تربيع هاي C1 زائد نص C دلتا C2 دلتا V تربيع هاي C1 C2 دلتا V تربيع. طبعا هاي 1 وهاي 2 والثنتين نفس الشيء. C1 تساوي C2 دلتا V1 تساوي دلتا V2 نص زائد نص واحد C1 دلتا V1 تربيع. فعندك 10 مايكرو ضرب 50 تربيع وتساوي 250 أو 2.5 ضرب 10 قوة سالب 2 جول. قال لك B find the potential difference across each capacitor after the plate separation is drilled. يعني احنا ضاعفنا البعد بين هاي, يعني هاي كانت دي خليناها 2D. اوجد لي فرق الجهد بين ال, اوجد لي فرق الجهد النهائي بين ال بين المواسعين. لازم شوف انه المواسعين هذولا, يعني انا بدي اعتمد على فكره ايش, انه q initial تساوي q final, يعني نظام محافظ. فبالتالي q initial قديش قيمتها حنجمع لانه وصلناهم موجب على موجب. فبالتالي حيكونوا c دلتا v, ولانهم الاثنين زائد c دلتا v, c1 دلتا v1 c2 دلتا v2. Q final قديش قيمتها؟ مفروض C1 دلتا V final زائد C2 دلتا V final. ولكن أنا بدي أعتبر لك إنه C1 تغيرت مواسعتها, فشو حيصير؟ حسميها C1 فتحة. C1 فتحة لأنه تغيرت مواسعتها بسبب إيش؟ زدنا البعد بين الصفحتين. فاسترجع معي يا عزيزي, C قديش مقدارها؟ إبسلون A على D C. C فتحة مقدارها إبسلون A على 2 D. C فتحة بدلالة C, C فتحة تساوي نص C. بالتالي هاي إجماعها بتطلع عندك 2 C كون C1 تساوي C2, 2 C دلتا V initial تساوي نص C1 دلتا V final زائد C2 تساوي C1, ف C1 دلتا V final
فتساوي 3 على 2 سي دلتا في فاينل. تمام، سي مع سي راحت، دلتا في خذ ليش التربيع، فيش تربيع اخوي، فيش تربيع. فدلتا في الان بالنهايه دلتا في حضرتك قديش قيمتها؟ هتطلع قيمتها 4 على 3 ضرب في انيشال اللي هي 50 فولت، فبتطلع 66.7 فولت. حلوين. الان المطلوب سي find the total energy of the system after the plate separation is doubled. ببساطة زي القانون هذا، زي القانون هذا U تساوي نص C1 اللي هي هتصير نص برضه ضرب نص ضرب دلتا V دلتا V final الجديدة زائد هاي نص C، هنقول C1 زائد نص C1 في دلتا V final تربيع، فبتساوي هي طبعا ليش هاي هي سي فتحة لأن الموسع تغيرت منها، فببساطة عوض نص ضرب نص ضرب 10 مايكرو ضرب 66.7 تربيع زائد نص ضرب 10 مايكرو ضرب في فاينل تربيع اللي هي 66.7 تربيع، والنتيجة حتكون 3.3 ضرب 10 هو 72. لاحظ معي الآن، لاحظ معي إنه الطاقة الابتدائية كانت 2.5، الطاقة النهائية كانت 3.3، فبالتالي أنا عشان أبعد بين صفيحتين المواسع حبذل طاقة موجبة، يعني أنا حكسب طاقة، أنا حكسب طاقة لما أحرك المواسعتين عن بعض، يعني أنا مش حصرف جهد عشان مش حصرف طاقة عشان أبعدهم عن بعض. وخلص هذا السؤال على خير. أخي أروح لآخر موضوع في هذا الشابتر. نحن كنا نقول إنه موضوعنا كاباسيتورز، يعني كان نوع الشابتر كاباسيتورز and دايلكتروكس، دايلكتريكس and دايلكتريكس، يعني المواسعات والعوازم. طب العوازم ما جبنا سيرتهم الآن من الشرح الحديث عنهم. يا سيدي العزيز، العازل، العازل هو ميزته، العازل ميزته انه لا يسمح بانتقال الشحنات الكهربائيه، بالتالي الشحنات داخله مقيده الحركه، والمعنى انه يعني خليني اقول لك انه الاخ هذا بيسمحش بمرور التيار الكهربائي داخله، ولكن له ميزه لطيفه انه يمكن انك تشحنه. خليني اذكرك بشيء لطيف هسه. اول ما شرحنا المجال الكهربائي قلنا عن الشحنات، قلت لك انا لو فركت راسك ببالون وحطيته على الحيط هتلاحظ انه بيلزق. وشو السبب؟ انه بيلزق ببساطه الشحنه اللي على البالون الها مجال كهربائي، مجالها الكهربائي عمل شحنه معاكس لشحنه البالون على الحيط، فبالتالي ايش صار؟ صار تجاذب بين الشحنات. ولكن انا قاعد بقول لك انه ما بقدرش نحرك الشحنات، ولكن صار اشي يعرف بالبولاريزيشن، الاستقطاب. شو الاستقطاب؟ ببساطه نحن عندنا الذره عباره عن الكترونات سالبه ونواه موجبه. فانا لما اعرض الذره وهي لما اعرضها لمجال كهربائي، لما اعرضها يعني هاي الذره، خليني اقول لك انه هاي الذره هاي جزءها الموجب وهذا جزءها السالب. لما اعرضها لمجال كهربائي الشحنة السالبة هتتحرك عكس المجال والموجب مع المجال، ولكن ما انها ما بتتحرك راح تتوجه، راح تتوجه مع المجال. فانا لو جبت هسه مجال هيك بهذا الاتجاه حيصير شكلها هيك. جميل هذا الكلام؟ بتمنى انه جميل. الان هسه لما ما يكونش في عندي مجال كهربائي، هاي العازل الشحنات تتصرف فيه بعشوائية، فهو فيش له اي اثر للشحنات،
لكن حطيته انا مثلا بين صفيحتين وجبت لك شح مجال كهربائي، شو حيصير فيه لما تعرضه لمجال كهربائي؟ زي ما قلت لك الشحنات حتنصف السالب لجوه والموجب لبعيد عني، فبالتالي لو بتلاحظ السطح القريب صار عليه شحنات سالبة والسطح البعيد صار عليه شحنات موجبة، فهذا هو البولاريزيشن. الآن الكتاب مشتق القاعدة مباشرة، ولكن أنا ما بدي أشتق لك إياها مباشرة، أنا بدي أعمل لك حركة ألطف. يعني أنا بدي أستخدم كتاب الدكتور البروفيسور فاينمان عشان أفرجيك كيف بنشتق العلاقة. الآن المجال الكهربائي اختلف عندي. يعني المجال الكهربائي نحن دائما كنا نوجد المجال الكهربائي، إذا بتتذكر، لما في الفري سبيس في الهواء بدون وجود عازل. هسا العازل شو حيأثر على المجال الكهربائي؟ العازل بيأثر على المجال الكهربائي، المجال الكهربائي داخل العازل. تنطبقش على القوانين اللي راحت، لازم نجيب قوانين جديدة بسبب هذا الاشي اللي هو الاستقطاب. طيب خلينا نقول هسا الآن نحن بنعرف انه قانون المجال الكهربائي داخل صفيحتين يعطى بالعلاقة سيجما على إبسلون نوت، مش هيك؟ طيب هسا لما أنا ضفت العازل شو صار عندي؟ هاي سيجما أصلية اللي موجودة على الصفيحة، لكن لاحظ إنه هاي السيجما، هاي الشحنات بتعطي قيمة سالبة غير هاي، فحنطرحهم من بعض، ولكن لأنهم قراب كثير من بعض حاعتبرهم نفس الصفيحة فحطرحهم من بعض، فإي تساوي سيجما، خليني أسمي سيجما فري هاي اللي على الصفيحة ناقص سيجما بولاريزيشن على إبسلون نوت. هاي السيجما البولاريزيشن تساوي الفيكتور اللي هو البولاريزيشن فري ناقص بي على إبسلون نوت. الآن يا صديقي شو حيصير؟ هاي بي تتناسب طرديا مع اي. ليش؟ الان لو قلت لك انا، لو انا جبت لك يا صديقي شويه مجال كهربائي، مجال ضئيل تقريبا من كل الذرات، ذرات قليله اللي حيصير لها استقطاب، مش كلها حتنصف هيك. انا حتى هابد هنا وحاط لك رسم شحنه موجبه وهنا ذول الشحنات سالبات، يعني هاي رمي من غير رمي ولكنها منطقيه، انه ايش؟ انه مش كل الذرات حتنصاع الي، تمام؟ ولكن راح اضلني ارفع بالمجال حتى تنصاع لي كل الشحنات وتصير كلها سالبه تحت. فاذا العلاقه بين البولاريزيشن والمجال الكهربائي طرديه، فزي ما قلنا نحن نقدر نبدلها بثابت. الثابت اللي حابدلها فيه هو هذا ابسلون نوت محتاجه، وهي المجال الاصلي. فالمجال الاصلي بيأثر على البولاريزيشن. هذا الاخ بيسموه كاي، هذا حرف اغريقي يسموه كاي، يرمز للسستابيليتي تاعت العازل. كل عازل له كاي مختلفه. تمام. فالان بدي اعوض بدل بي هاي القيمه فري ناقص كاي في إبسلون نوت في إي على إبسلون نوت. حاخذ هذا الحد أنقله للطرف اليمين، بصير عندك إي زائد، وخليني آخذ عامل مشترك الآن، إي برا واحد زائد كاي، واحد زائد كاي بس، لأنه إبسلون حتختصر مع الإبسلون، فأخذنا إيه على المشترك. واحد زائد كاي إيش تساوي؟ تساوي فري على إبسلون نوت، اقسم الطرفين على واحد زائد كاي إي. الآن المجال الكهربائي داخل عازل يعطى بالعلاقة، داخل صفيحتين موصلتين يساوي سيجما فري على
واحد زائد كاي في إبسلون نون. الآن هذا الواحد زائد كاي خليني أسميه ثابت جديد اسمه كابا. كابا يساوي واحد زائد كاي. فالآن إيش إي تساوي؟ إي تساوي سيجما فري على كابا في إبسلون نوت. فلو أنا قارنت لك بين المجال قبل ما نحط العازل ومجال قبل العازل، فخلينا نسمي هذا إي فتحة، إي فتحة تساوي إي على كابا. كابا دائما أكبر من واحد، أصلا فيها يعني هي واحد زائد كاي، كاي قيمة متغيرة، تمام؟ قيمة نسبة، نسبة متغيرة، هسا واحد هاي يعني ممكن تكون واحد اثنين ثلاثة أربعة بس موجبة، وهاي الواحد ممكن تكون صفر، فبتضل كابا واحد. فبالتالي يعني هي بالفري سبيس، يعني لو فيش عازل فري سبيس، هاي كاي بتساوي صفر وكابا بتساوي واحد، وبتلاقي انه القانون يعني بتحقق اي فتحه يساوي اي لانه فيش هذا الفراغ. هسه لو قلنا في عندنا عازل له كاي محدده، له كابا محدده، فاي فتحه هي نسبه من اي، اي فتحه هي نسبه من اي حسب كابا. للحقيقه التاريخيه يعني اقول لك انه هذا كابا بسموه الدايلكتريك كونستانت، وقد يسمونه يعني الرمز تاعه بالكهرباء مش كابا، رمزه ابسلون ار، بالكهرباء بسموه ابسلون ار ما بسموهوش كابا. على اي حال نحن حنعتمد كابا لانه نحن بندرس فيزياء. طيب 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 شو صار عندي؟ اللي صار عندي انه كل شيء تغير. هسه المجال تغير، دلتا في حتتغير بهذا التغير، فدلتا في الجديده دلتا في فتحه حتساوي ايش؟ حتساوي سيجما فري مضروبه في دي على كابا في كابا في ابسلون نوت، كابا في ابسلون نوت، واللي تساوي دلتا في القديمه على بعضه كابا، دلتا في القديمه على كابا. الان عندي اخر واحد اللي حيتغير للاخ اللي هو مين؟ سي. ايش يساوي سي الان؟ حيصير حيساوي كابا في سي الاصلي، سي فتحه تساوي كابا في سي الاصلي، يعني يساوي كابا في ابسلون نود اي على دي. فبالتالي زيد كابا، زيد يعني جيب عازل له كابا اكبر بعطيك مواسعه اكبر. تمام. الان خلينا نحط كل قوانينها مباشره. هاي القانون الاول هيك بتغير المجال، القانون الثاني هيك بتغير الفولتيه، القانون الثالث وين كان نزلت الان، ابسلون نود كل مكان فيه ابسلون نود بدل ابسلون نود بحط لي كابا ابسلون نود. في اذا في عازل كل مكان فيه ابسلون، كل قانون فيه ابسلون نود بتشيل لي الابسلون نود بتحط لي كابا ابسلون نود. كل قانون مر علينا، كل قانون مر علينا، اسطوانه، صفيحه، كره، كل شيء مر علينا بتشيل منه الابسلون نود وبتحط بداله كابا ابسلون نود وبتصير حياتك ماشي. تمام يا عزيزي؟ اتمنى انه الصوره واضحه. خلينا نروح ناخذ مثال، ناخذ مثال. A parallel plate capacitor with a plate separation D. البعد بين الصفحتين اسمه D. Has a capacitance C node. إلو كابستنس أصلية C node. In the absence of a dielectric, what is the capacitance when a slab of dielectric material of dielectric constant kappa and thickness FD is inserted between the plates where F between 0 and 1. ايش المقصد؟ المقصد يعني انا عندي موسع بريء. شو صار فيه؟ هذا الموسع البريء دخلت لك فيه جزء منه، دخلت لك فيه عازل، ما دخلت العازل فيه كله. طب كيف هذا العازل؟ هسه هاي كلها دي، طول العازل اف دي. شو اف دي؟ يعني اف قلت لك انها بين صفر والواحد فهي متغيره. لو كانت اف تساوي واحد فالعازل غطى كل شيء،
لو كانت اف صفر فيش عازل، لو كانت اف نص فغطت نص المواسم. اتمنى ان الصوره واضحه. طيب ايش السؤال بدك؟ ايش السؤال بده؟ و طب ماشي، السؤال قال لك، قال لك what is the capacitance when a slab of dielectric material، يعني قال لك اوجد لي المواسعه لما هذا السلاب داخل. احنا هسه ايش بالنسبه لنا؟ احنا بالنسبه لنا يا صديقي هذول المواسعين كيف هعملهم؟ حقسمهم هذا المواسع حقسمه لمواسعين. ليش؟ احسن لي. حقسمه لمواسعين، مواسعين على التوالي زي ما انت شايف. هذول المواسعين على التوالي، هذا في الماتيريال وهذا في فري سبيس، تمام؟ هذا طوله اف في دي، هذا طوله دي ناقص اف في دي، تمام؟ او خلينا ناخذ عن مشترك واحد ناقص اف في دي، تمام؟ هذا بعد بين صفحتين. هسه انا بدي هذا اسميه سي 1 وهذا اسميه سي 2. الان بالنسبه لسي 1 مواسعته كابا ايبسيلون 0 في اي على اف في دي. بالنسبه لسي 2 مواسعته هي ايبسيلون 0 في اي على 1 ناقص اف في دي. المواسعه الكليه الان يا عزيزي ايش هي؟ مواسعه كليه لايش؟ لتوالي او لتوالي. اه 1 على سي ايكوفيلنت تساوي 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2 وتساوي اف دي على كابا ايبسيلون نود اي زائد 1 ناقص اف في دي على ايبسيلون نود اي. هضرب كابا بكابا، هنا هي كابا هي كابا، اف دي زائد كابا في 1 ناقص اف في دي على كابا في ايبسيلون نود اي. فسي ايكوفيلنت تساوي كابا ايبسيلون نود اي، قلبناها زي ما انت عارف قلبناها، اف في دي زائد كابا في 1 ناقص اف في دي. الان خذ لي الدي عامل مشترك من المقام، فبصير عندك كابا على اف زائد كابا في 1 ناقص اف ضرب ابسلون نوت اي على دي. هاي ايش؟ لو ما حطيناش الماتيريال، يعني لو بدون الماتيريال، هاي مواسعة سي زيرو، خليني اسميها او سي نوت، اللي هي المواسعة قبل ما احط فيها السلاب، لما احط فيها العازل بيصير عندك هيك القانون في سي. الآن شو الفكرة عشان تحل أي سؤال في معازل دخل جواته عازل؟ هسا إذا أنا حطيت العازل في كل المنطقة أو في كل الفراغ بين الصفيحتين، هستخدم قانون مباشر، يعني مش هفصل الاثنين لأنه مش هيكون ثاني، يعني هيكون اسم واسع واحد. يعني لو أنا كان كل هاي المنطقة فيها كابة مباشرة، كابا هاي بتشيل اف لانها تساوي واحد، ومباشرة مواسعة الكلية تساوي هيك. والدليل عوض، هنا اف تساوي واحد صفر، او هنا خلينا هاي صفر، فبصير عندك كابا ابسلون اي على اف دي ببساطة، يعني واف تساوي واحد، فكابا ابسلون نود على اي على دي، والحد الثاني حيكون صفر يعني. طيب لانه فيش فري سبيس بالنص. طيب هسا لو كان في جزء من الفراغ في عازل بنقسمه بهذه الطريقه. طيب خلينا ناخذ يعني مثال عام وشامل، زي ما انت شايف كيف انا حاط لك العوازل جوا المواسع. عندي ثلاث عوازل، كل واحد له كابا مختلف، كابا 1 كابا 2 كابا 3. قال لك ابر البليت كاباسيتور از كونكتد از شون، كالكوليت ذا كاباسيتنس يوز ذا فالوز ايه تساوي 1 سنتيمتر مربع، يعني الصفيحة مساحتها 1 سنتيمتر مربع. دي اللي هي البعد بين الصفيحتين 2 مليمتر مليمتر. كابا 1 4.9، كابا 2 5.6، كابا 3 2.1. الآن شو بدي أعمل؟ بدي أغير شكلهم على شكل مواسعات وأجمعهم. كيف حيتغير شكلهم يا صديقي؟ ببساطة هذا وهذا حيكونوا توالي، هذول الاثنين
هيكون متوازي مع كالون فهيك. هذا خلينا نسميه C1، هذول الاثنين C2 وC3، C1 C2 C3. أول إشي بدي أجمع C1 و C2، C2 C3. C2 إيش قيمتها؟ قيمتها كابا إبسلون نوت على كابا إبسلون نوت A على على هاي طولها قديش؟ هاي طولها دي على 2، فهاي دي على 2 وتساوي قيمتها كابا، هاي كابا، هاي كابا 2، هاي كابا 2 C2، احنا حسبناها كابا 2، كابا 2 كابا 2 5.6 ضرب ابسلون شيفت كونستنت 30 ضرب A اللي هي 1 سنتيمتر مربع 10 قوة سالب 4 على 2 مليمتر، فهتصير 1 ضرب 10 قوة سالب 3، فبتطلع معاك 4.96 بيكو فراد. بالنسبة ل C3 كابا 3 في إبسلون نود على A، بس خلينا نشيل 5.6 تكون هاي كابا 2.1 تساوي 1.86 بيكو فراد. آخر إشي C1 أو أخطأنا في شغلة، هاي المواسعة طولها قل على 2، طولها قل على 2، طولها قل على 2، فالمساحة هتنقسم على 2، فبدي أنا أقسم هذا على 2 بس، بدي أقسمه على 2 لأنه قاعد بقول لك طول هاي بالنص، قاعد بنقول لازم نقسمه على 2 هذا الطول، فبدي يصير عندي 2.48 بيكو فراد، وهي بدك تقسمها على 2 برضو، 1.86 تقسيم 2، لاحظ المساحة انقسمت على 2، 9.3 بيكو فراد. الآن 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 C1 هي A على 2، C1 بالنسبة لها K2 برضو إلها K1 إبسلون نوت في A على 2، ولكن D تاعها كامل، D إلها كامل زي ما أنت شايف، D كامل. فبدو تكون عندنا اللي هو كابا 1 اللي هي 4.9 ضرب إبسلون نوت ضرب A على 2 اللي هي 10 قوة سالب 4 على 2، بنحطها بالمقام هنا، ضرب اللي هي دي اللي هي 2 ضرب 10 قوة سالب 3، تطلع معاي 1.1 بيكو فراد، 1.1 بيكو فراد. الآن بالنسبة لي بدي أجمع C1 و C2 C3 توالي، بعدين أجمعهم مع C1، ف C equivalent تاعت 2 و 3 تساوي 1 على C2 زائد 1 على C3 الكل قوة سالب 1، فبتطلع معك 1 على 2.48 زائد 1 على 0.93 كل قوة سالب 1، تطلع معك 0.676 بيكو فراد. والآن توازي مع بعض، فبتجمعهم جمع جبري مع 1.1، فبتطلع معك القيمة C equivalent تساوي 1.776 بيكو فرد. وهذا السؤال بيجمع لك كل أفكار لو غيرك بشكل الموسع. الآن نحن حكينا على الدايلكتريك، طيب شو لو أنا حطيت بدل عازل حطيت موصل، شو بيصير؟ هقول لك إنه هذا الموسع
قال لك انه هذا المواسع انا جيت لحطيت لك جوا المواسع، حطيت لك متل معدن موصل، شو حيصير؟ الابعاد التالية اخذت: البعد بين بين الصفيحتين دي. قال لك السلاب هذا له ثيكنس، خليني اسمي الثيكنس تاعته مثلا ايه، تمام؟ شو حيصير ببساطة؟ مثلا عندك هاي الشحنة مشحونة موجب 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 موجب، هاي سالب 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 سالب، شو حيصير؟ لما يجي يمر التيار الكهربائي، المجال الكهربائي، انت عارف انه الموصلات من خصائصها انها جواتها المجال صفر، فبالتالي لازم تعطيك شحنة تعاكسك، تعاكسك موجب 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 موجب. ليش؟ عشان جوا جوا يكون المجال صفر. ليش؟ انت عندك مجال خارجي من برا، تمام؟ لازم جوا يتكون مجال داخلي عكس المجال الخارجي، فلازم يكونوا عكس بعض هذول الشحنات بحيث يعطوك مجال لبرا. فبالتالي كأنه 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 ايش صار؟ صار عندك، يعني خليني ارسمها رسمة اكبر، هاي السلاب، تمام؟ هاي موجب سالب، هاي سالب، هاي موجب. المجال هان لازم يكون هاي برا وهذا جوا، حيلغوا بعض، فالمجال جوا صفر. فايش حيصير عندي؟ انا حاخذ هذولا الاثنين اشوفهم على انهم مواسع لحالهم، وهذول الاثنين اشوفهم على انهم مواسع لحالهم. طب الباقي في الشحنات هان اصلا، فانا بدي اعتبره هذا اللي جوا كانه مش موجود. فهتصير عندي صفيحتين، صفيحه اولى، او عندي مواسين، مواسع اول ومواسع ثاني. طب شو مواصفات هذا المواسع الاول؟ الهم نفس الابعاد، كونه السلاب له نفس ابعاد المواسع، ولكن البعد بين الصفيحتين قديش حيكون؟ هسه بالنسبه لي انا قلت لك حاخذ بس السطح تاع هذا والسطح تاع هذا، الثيكنس كله مش راح اخذه، بالتالي اللي انا بهتم فيه هو دي ناقص اي، دي ناقص اي، يعني البعد بين الصفيحتين ناقص الثيكنس، تمام؟ فكل مواسع لما انا اجي اقسمه، لما اجي اقسمه على اساس اني انا حطيت هذا المثل في النص بالضبط، فايش حيكون البعد بين هاي النقطة وهاي النقطة؟ والبعد بين هاي النقطة وهاي النقطة مفروض هذول البعدين متساويين، فبالتالي حيكون دي ناقص اي على اثنين، دي ناقص اي على اثنين. اتمنى الفكرة واصلة، اتمنى الفكرة واصلة. الان عشان احسب المواسع الكلية شو بساوي؟ بحسب مواسعة هاي وهاي البعد بين صفيحتينها، بحسب مواسعة هاي هاي البعد بين صفيحتينها، وبجمعهم على 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 التوالي. فهذا هو اخر شيء بدي احكيه، يعني خلصنا حكي، يعني اتمنى انه الفكره واصله. يعني عندك سلاب، وعندك بالنص حطينا، عندك مواسع، وجوه المواسع حطينا معدن، المعدن بخزن الشحنات اللي على سطحه، فاخذنا سطحينهم، اخذنا على شكل مواسعين هذول سطحينهم، تمام؟ فانت تيجي تقول انه هذا سطح لحاله، هذا سطح لحاله، المساحة A ثابتة ما تغيرتش، بس بالنسبة لدي، بالنسبة للبعد بين الصفيحتين، صار البعد بين الصفيحتين قديش؟ كان البعد دي، حطيت أنا thickness A، فصار المساحة المستغلة للمواسع هي دي ناقص A. بالتالي من التماثل هاي بدها تكون دي ناقص A وهاي دي ناقص A على اثنين، كل واحدة على اثنين، بنقسمهن مع بعض، لأنه هي واضح يعني إنه المسافة بين هاي وهذا زائد المسافة من هنا لهنا هي دي ناقص ايه، صح ولا لا؟ طيب، وهيك انتهينا من هذا الموضوع، آسف على الإطالة، ولكن حبيت أشتمل على كل الأفكار الممكنة في درس المواسعة. في رعاية الله، في امتحان الميد تاعكم.